ضيوف ملتقى الصفوف الأولية، نجدد بكم الترحاب، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في رحاب هذا الملتقى المبارك. وعلى بركة الله نبدأ معكم أولى جلسات هذا الملتقى، والتي سيقدم فيها ورقة عمل. الورقة الأولى للدكتور أحمد بن موسى حنتول، والورقة الثانية للأستاذة زهراء بن محمد فلقي، ويدير الجلسة الأستاذ محمد بن عبد الله حوباني، مشرف الصفوف الأولية بمكتب التعليم بمحافظة أبي عريش، حاصل على ماجستير في الدراسات اللغوية والنحوية من جامعة جازان، وحاصل على دبلوم مناهج وطرق تدريس من جامعة أم القرى. نرحب بهم جميعاً وندعوهم لأخذ مواقعهم على منصة التقديم، سائلين الله لهم العون والسداد، مع العلم أن الوقت المقدر لهذه الجلسة هو 50 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، سلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. يسعدنا وإياكم في هذا اليوم الجميل المبارك أن نلتف وإياكم تحت سماء هذا الوطن بعقيدته البيضاء وقيادته الرشيدة، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. ونحن نلتقي هنا لنرتقي في ملتقى الصفوف الأولية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان. ضيفي وضيفكم في هذا اليوم سعادة الدكتور أحمد بن موسى بن محمد حنتول، متخصص في علم النفس الإرشادي، أستاذ مشارك في جامعة جازان كلية التربية، مدرب في الأبحاث الفردية والمشتركة في مجال علم النفس، مدرب في العديد من البرامج داخل وخارج الجامعة، حضر العديد من المؤتمرات داخل وخارج المملكة، أشرف على العديد من الرسائل التربوية، إعداد الحقائب التدريبية للمتخصصين في النفسية والاجتماعية، حاصل على جائزة الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز جائزة التفوق والإبداع لعام 1438 للهجرة، حاصل على جائزة جامعة جازان للتميز في البحث العلمي عام 1439 للهجرة. الموضوع الذي سيتحدث فيه سعادة الدكتور رؤية استراتيجية لتحسين مستوى التحصيل الدراسي لطلاب الصفوف الأولية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030. باسمكم جميعا نرحب بسعادة الدكتور، ونبدأ في الورقة الأولى متمنين له دوام التوفيق والنجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سعيد جدا بهذا اليوم في اللقاء مع المعلمين، مع القادة التربويين، لنلقي الضوء على بعض المشكلات المتعلقة بتدني التحصيل، وما هي أبرز الاستراتيجيات التي تساعد في تحسين مستوى التحصيل الدراسي وخاصة في الصفوف الأولية. قبل أن نبدأ، أود أن أشكر كل من قام على تنظيم وترتيب هذا الحفل الجميل. أيضا أود أن أشكر، وشكر عميق جدا، لأخي وزميلي الدكتور خالد موكلي عميد كلية التربية، الذي مشى مبكرا لارتباطه ببعض الاجتماعات. أيضا لا أريد أن أخذ الكثير من الوقت، لأنه أيضا لدي ارتباطات، وكان الموعد المتفق عليه هو غير هذا الموعد،
فلن نتكلم كثيرا وسنفتح المجال كثيرا. والورقة هي موجودة، من أراد الاطلاع عليها فهي مع الزملاء، ولن نتحدث منها بشكل كبير إلا عن جزئية معينة أو جزئية محددة لأن الوقت لن يسمح. الجزئية التي أريد أن أتحدث أو أرغب أن أتحدث عنها هي انطلاقة من فكرة يرددها أو يروج لها العديد من جهات مختلفة أو لمصالح خاصة. هذه الأفكار التي تروج هي: ماذا قدم المعلم السعودي؟ وأشير هنا إلى السعودي بالتحديد لأنه هو المقصود. ماذا قدم؟ هناك نداءات كثيرة، وهناك اتجاهات كثيرة، وهناك اتهامات كثيرة بأنه لدينا منهج ناجح ولدينا طالب متميز، وماذا لدينا؟ هناك من يقول لدينا معلم فاشل، صح ولا لا؟ هناك من يقول، وأنا أقول معذرة لمن قال عن هذا المعلم بأنه فاشل، المعلم السعودي ليس فاشل، هو ناجح بامتياز وبتفوق وبإبداع. أعتقد بأن هناك بعض المؤشرات أو ما كان في المقدمة، ما شاهدنا من قارئ القرآن، ما شاهدنا من بعض الأجزاء الموجودة، أعتقد هذا لا يدل على تدني تحصيل أو لا يدل على تدني في قدرات ذلك المعلم، بل يدل على إبداع ذلك المعلم. من يروج لأن ذلك المعلم لا يستطيع أن يرتقي بالطالب أو أن يحسن من مستواه، هو لا يتهم المعلم فقط بل يتهم عدة اتجاهات، يتهم القيم التي يمتلكها ذلك المعلم، يتهم تلك الجامعات ومخرجاتها، وكأنه يقول تعالوا شوفوا الجامعات مخرجاتها فاشلة، مخرجاتها سيئة. إذن هو يسعى على أكثر من اتجاه، لا يقصد المعلم كشخص في حد ذاته، بل يقصد هناك يعني جوانب مختلفة، يضرب في قيمه، يضرب في اتجاهاته، يضرب في مخرجات تلك الجامعات، وأيضا يهتم بتدمير فكرة ذلك المعلم عن ذاته. المعلم ناجح والمعلم مبدع، يكفي بأن لديه العديد من الأعباء الأسرية الاجتماعية، ويستطيع أن يعمل مواءمة ما بينها وما بين ما يقوم به في حصته الفعلية وأيضا في الحصة الأخرى من أجل القيام أو مساعدة من لديه ضعف في بعض الموضوعات أو بعض الاتجاهات أو بعض يعني من ذلك التدني. أجل أين المشكلة؟ أين تكمن المشكلة؟ إذا كان لدينا المعلم ناجح ولدينا المنهج ممتاز ولدينا طالب متميز، أين تكمن المشكلة؟ أنا أرى من وجهة نظري، وهذه وجهة خاصة بي لن تفرض على الآخر، بأن المشكلة تكمن في البيئة المحيطة، سواء كانت تلك البيئة الداخلية، البيئة المدرسية، أو البيئة الخارجية اللي هي بيئة الأسرة أو أولياء الأمور أو إلى غير ذلك. ليس هناك تعاون، أو قد يضعف، لن نضع العدم، لكن قد يحدث وهناك ضعف ما بين التعامل ما بين ولي الأمر أو جانب الأسرة وما بين المعلم
من أجل تدارك مشكلات ذلك الطالب. هناك العديد من المشكلات التي قد يعاني فيها الطالب، هناك نفسية، تحصيلية، ضعف في قدرات أو إلى غير ذلك. لا المعلم لديه الوقت الكافي أن يكتشف كل هذا، ولا هناك تعاون ما بين الأسرة وما بين يعني المعلم. هناك أيضا الفجوة الداخلية ما بين المعلم وما بين الزملاء. يا أخي الكريم، كلما كان هناك الاستقرار، العلاقة الإيجابية، العلاقة المميزة، العلاقة التي تساعد وتساند، وإلا سيحدث هناك خلل، حتما سيحدث هناك خلل. لأنه أنا كمعلم كيف حادخل هذا الصف، كيف حاشوف طلابي، كيف يعني أنمي لديهم أو أشجع لديهم روح الإبداع، كيف سأشجع لديهم روح المبادرة، كيف وكيف إلى غير ذلك. حتى أيضا ما يحفزهم، أنا غير قادر، لأن البيئة التي أمامي أو البيئة التي من حولي سببت العديد من الإحباطات، عدم الاتزان، عدم الرغبة. إذن العلاقة ما بين المعلم وزملاء، العلاقة ما بين المعلم وما بين إدارة المدرسة، العلاقة ما بين المعلم ومكتب الإرشاد، كل هذه متغيرات. أنا لا أحمل أو لا أقول بأن هناك لا، لكن لابد أن ننظر لهذه الجوانب كونها جوانب داعمة وجوانب مساندة بشكل كبير جدا. يا أخي الكريم وكلكم معلمين، أعتقد الآن لو بالرغم أنه هذا من أساسيات أنه لابد تكون هناك الألفة، أنا كمعلم وأنت والثاني غير قادر على أن يوصل المعلومة باحترافية بنوع من المهارة إذا لم تكن هناك ألفة ما بين الطالب وما بين المعلم، صح ولا لا؟ طيب هذه الألفة من فين حاجيبها؟ أنا حدخل شايلها في شنطتي مع التحضير، مو شايلها في شنطتي. الألفة لابد أن تصنع. هناك جوانب من التمهيدية، جوانب من المزاح ما بين المعلم ما بين الطلاب لكسر العديد من الحواجز، يعني كسر الخوف من الأستاذ، كسر الخوف من المقرة المادة العلمية إلى غير ذلك. لكن الآن أعتقد لو تتكلم على الطالب بأنه أنت ليش ما ذاكرت، أنت ليش جاي متأخر، ليش إلى غير ذلك، وانتقلت هذه الفكرة أو حمل هذه الفكرة لوالده بأنه والله المعلم قال كذا وكذا، تحدث هذا ولا ما تحدث؟ حاصل هذه. ربما هناك البعض قد يكون جوانب كيدية، مباشرة المعلم أو ولي الأمر لن يأتي إلى المدرسة إلا في أضيق الحدود، مباشرة إلى مكتب الإشراف. وعاد معليش اللي في مكاتب الإشراف، يعني خلونا نكون يعني شفافين شوية، وعاد تشوف مكتب الإشراف تغير من مكتب تربوي إلى مكتب إلى مكتب تحقيقات. الكل يجري، راعي المتابعة يجري وراعي التحقيق يجري أنا ما أتهم، ولكن كيف سنؤسس إلى بيئة تعليمية جاذبة فيها نوع من الاستقرار للمعلم، لأنه هو العملية أو هو الأساس في رفع مستوى التحصيل، وهو بهذه الشخصية المهزوزة أو لا يكون هناك نوع من الاستقرار. المعلم نعود ونقول بأنه ناجح وبامتياز وبإبداع، لكن أعطوه الفرصة يدعموه سواء في المدرسة أو على مجتمع الخارجي. حقيقة أنا حنتفادى كل هذا، وإيش أسباب ضعف التحصيل وكذا وكذا وعبر الرؤية، لأنه الوقت يعني غير لا يسمح، وأعتقد بأن أصبح العديد له الرغبة سيمشي كما مشى رعاة هذا اللقاء. أنا ودي خلصت 10 دقائق ولا باقي؟ لا خلاص تجاوز لي هذه الشريحة، تجاوز روح لآخر كل الاستراتيجيات. طيب ماشي الحل على السريع. طبعا يعني المحاور هي اللي حنتكلم عنها، قلنا محاور
العوامل المؤثرة في التحصيل، في عوامل مرتبطة بالطالب تكلمنا عنها، يعني عندنا بعض الأمور أو الجوانب اللي ممكن تختص بالقدرات وتختص بالجانب النفسية والاجتماعي لغير ذلك. هناك طبعا يعني المعلم، وأيضا ما يعانيه المعلم كما ذكرنا لكم من بعض الجوانب أو بعض المشكلات النفسية والاجتماعية والمحيطة إلى غير ذلك، وتبقى كل هذه إذا لم ينال الدعم الكافي لن يستطيع لدي أن يكون لدي معلم مستقر. وبأن ليس لدي معلم مستقر أي محبط، فلن يحدث هناك في البيئة الصفية من تحسين في المستوى التعليمي. إذن لا نحمل المسؤولية إلى ركيزة معينة، بل هي يشترك فيها الجميع. طيب خلنا نشوف بس تنمية، ارجع لي من بداية الشريحة، ارجع. الخطة التنفيذية المرتبطة بالطالب ذاته لتحسين التحصيل الدراسي، تحرك حركها شوية. طيب عندنا إجراءات تنفيذية، وكيف حننفذ هذه الإجراءات؟ عندنا طبعا هي مستمدة كلها من الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى تدني مستوى التحصيل. حنشوف الآلية الأولى تنمية القدرات أو المهارات العقلية للطالب. طيب أنا أبغى أنمي هذه القدرات، كيف حنميها؟ عندي كثير من الآليات اللي تساعد فعلا إني أنمي هذه القدرات، كما أنتم شايفينها. تنظيم تناول الطالب وجباته اليومية، أبعاد الطالب عن أماكن ذات الأجواء الملوثة والأماكن التي يكثر بها التلوث وغيرها، مما سمعنا في بداية الفصل الدراسي. بل طلاب اشتركوا أو دفعوا عشان يصلحوا المكيف، وصلت؟ طيب تنمية الجوانب النفسية للطالب، إشعار الطالب بالأمن من خلال الرفق واللين في التعامل، اجتناب الشدة والقسوة، كثرة المحاسبة، البحث المستمر عن وسائل إدخال السرور. كل هذه الأشياء هي بيئة داخلية أو بيئة الصف، وبيئة الصف هي بحاجة إلى استقرار. علشان أنا أنقل الاستقرار للصف لابد أن أكون مستقر، لابد أن أكون معلم مستقر لدي يعني الرغبة الحقيقية من خلال التعامل الإيجابي. الاهتمام الدائم بالجوانب الجسمية وغيرها يعني من هذه المتغيرات الأخرى، وجود مرشد صحي داخل المدرسة، التأكيد على غرف عزل في حالة وجود حالات طارئة، الاهتمام ببرامج التغذية، كل هذه الأشياء هي حتساعد. أيضا اللي هو النظافة والاهتمام بالمظهر، كل هذه الأمور هي لها دور كبير جدا في هذا. طيب انتقل للمعلم أو الأسرة. الخطة التنفيذية المرتبطة بالأسرة لتحسين التحصيل الدراسي، تركيز أفراد الأسرة على تطبيق مبدأ الرقابة الرشيدة من أجل مساعدة الأبناء على التغلب على المغريات. أعتقد أنه الآن يعني الطفل من أول ما يرجع من المدرسة، ليش عاد نقول المدرسة الصفوف الأولية؟ بالعكس هو قبل ما يدخل الصفوف الأولية أصلاً الآيباد وكل هذه الأشياء، ومتاح له الحرية أنه طول الوقت يعني يا أخي أعطيه وقت محدد تابعه. حيدخل المدرسة كل هذه الأشياء هي مسيطرة عليه بشكل كبير جدا، إيش ترتجي منه؟ فعلا حينتقل المدرسة هو يعاني، والمعلم حيعاني من 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 هذه المعاناة اللي يعانيها الطالب. جاي سهران، جاي مشغول متى يرجع علشان يلعب، جاي كذا وكذا وكذا، كل هذه الأمور يعني تحتاج إلى نوع من الآليات لتنفيذها، كالبرامج التثقيفية والتوعية لأفراد أسر الطلاب. أنا هنا لابد أوعي فعلا أسر الطلاب كيف أنهم يقوموا بالجانب الرقابي والجانب الإرشادي. تحليل نتائج الطلبة باستمرار، خلنا نشوف استمرار، ما أدري ممكن يكون هذا حاصل عندك، ربما أنا ما أعرف عنه يعني لأني من خارج البيئة، ربما قد يحدث هذا، لكن أنا ما أبغى أحللها رقميا، أبغى أحللها معنى. خلاص الأرقام عندي 1+1=2، لكن أنا أبغى أحللها معنى، إيش الـ 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 الأبعاد اللي وراء هذا التدني. أعمل مجموعة من الأسباب وأبدأ أختبر هذه الأسباب اللي أدت للتدني. الاهتمام بالطرق المثلى للتعامل مع الأبناء في المذاكرة، يعني ما زال بعض الأسر ممكن حتى أيام الاختبارات ما تهتم بشكل كبير في هذا. الاهتمام من قبل الوالدين بمستواهم الثقافي ومحاولة الاجتهاد في الاطلاع على المستجدات، يعني عودوا الأبناء على القراءة، على الكتابة، الذهاب للمكتبة إلى غير ذلك. يا أخي جيب لهم ما يكسر
يعني هذا الوقت الطويل اللي يقضوه مع الألعاب الإلكترونية، جيب لهم أشياء قصص مفيدة قراءة إلى غير ذلك، خليه يتعود فعلا أنه يعني يكون ناجحا ويكون أيضا لديه ارتباط. اللي بعده، طيب المدرسة، المدرسة الخطة في ذلك تعميق مفاهيم التعليم الإسلامي الحنيف لتدعيم القيم لبناء شخصية الطالب، مساندة المقررات الدراسية وفقا لما نصت عليه سياسة التعليم في المملكة. طبعا احنا الآن يعني السياسة او الرؤية للمعلم هي يعني مرتبطة بالعديد من المحاور، مرتبطة العديد من المتغيرات. احنا لدينا اصبحت رؤية معينة، لدينا اهداف استراتيجية معينة، وهذه الاهداف الاستراتيجية مرتبطة بالخطة التنفيذية. وين خطتك التنفيذية يا مدرسة؟ وين الخطة اللي فيها محاور كل واحد أو كل لجنة معينة نبغاه يغطي هذا المحاور أو ينجح هذا المحاور؟ المحاور كل هذه المتغيرات إذا لم يكن هناك خطة دقيقة، أهداف استراتيجية حقيقية، لن نستطيع أن نصل. يا أخي خلي من الأهداف الاستراتيجية على أنه أنا ما أبغى الطلاب ينجحوا، أبغى الطلاب ينجحوا بامتياز. خل عملك قائم على أنه فعلا آخر فصل امتياز، ولا ما يطلع لواحد والله متمكن أو واحد كذا كذا، إذن هذا فشل في الأهداف الاستراتيجية. خلي أهدافك الاستراتيجية على أنه أنا أبغى أصل إلى درجة معينة 80%، أبغى أحقق 80%، ما حققتها معناه أن هناك في خلل، معناه أنه لازم نراجع هذه المتغيرات أو هذه الأمور. العمل على إيجاد التكيف السليم للطلاب من محيطهم الأسري والمدرسة، أنا أتوقع أنه لو كان في هناك ارتباط تقارب ما بين المدرسة وما بين الأسرة، أعتقد أنه حيكون هناك يعني في معرفة دائمة وفي تحديث لبعض الأنشطة الموجودة. تهيئة المدرسة، البيئة المدرسية بما يساعد على الارتقاء بمستوى التحصيل كالتعاون ولجان الأنشطة وكذا، وهذا أعتقد بأنها موجودة، لكن تحتاج أحيانا إلى تفعيل اللجنة الفلانية، اللجنة الفلانية، اللجنة الفلانية، إلى تفعيل فعلا وليست كمسميات أو إلى غير ذلك. آخر شريحة، الخطة التنفيذية المرتبطة بالمعلم لتحسين التحصيل الدراسي، خلنا نشوفها. تعزيز وتنمية الكفايات لدى المعلم، الكفايات المغذية والكفايات الإدائية والكفايات الوجدانية من خلال التدريب على المعارف والمعلومات المفاهيم. كان في فترة الصيف أو في الإجازة الصيفية كان في من ضمن مبادرات إدارة التعليم اللي هو التدريب على ما أدري إذا كان أحد من الزملاء حاضر هذا الجانب، كان تدريب على اللي هو التدريس الإبداعي، العديد من الدورات كان من أهمها التدريس بطرق إبداعية. كان عندنا في كلية التربية حقيقة استمتع كثير المعلمين اللي جو، ووجدوا فعلا بأن هناك استفادة كبيرة جدا، وبدأت لديهم طرح أفكار مستقبلية كحل لفجوات هم كان يروها موجودة. فمثل هذه الدورات التدريبية سواء في الإجازات أو على رأس العمل أو إلى غير ذلك، بل كان حتى لديهم يعني أمنية أو أنهم كانوا يتمنوا وطلبوا أنه هذه الدورة تكون مستمرة على مدى السنة، يعني ما هي مرتبطة بالإجازة الصيفية أو مرتبطة بموافقة إدارة التعليم. يعني المفترض إدارة التعليم تتيح هذا الجانب لكي يستمر. التمكن من المعلومات النظرية حول التعلم والسلوك الإنساني، التمكن من المعلومات في مجال التخصص الذي سيقوم بتدريسه، امتلاك الاتجاهات التي تسهم في إسراع التعلم، يعني كلها حيكون ما يخص المعلم. أنا وجهة نظري هو يحتاج إلى فعلا تدريب وتعليم مستمر. يا خلي ياخذ دبلومات، خليه يكمل دراسات العليا، لا تربط بالموافقات. اكثر اللي نعانيهم يدخل عندنا في برنامج الماجستير، ممكن الشباب يعرفوا اللي درسوا عند الماجستير، يدخل مثلا 5 في اخر الفصل باقي لنا 2، طيب الباقيين وينكم؟ قالوا اداره التعليم رفضت تفرغنا. ليش ما تفرغهم يا اخي؟ الرؤيه الان قائمه على التعليم المستمر، قائمه على التدريب، قائمه على كذا، قائمه على كيف ما تفرغوا؟ انت بيجيك حامل شهادة عليا، اذا انت طورت في ذاته وطورت في فكره، هو هذا التفكير او هذا اللي تعلمه حينقله للزملاء الاخرين، يعني هو اصبح
مدرب حيدرب زملاء، الزملاء الآخر حيدرب زملاء وهكذا. لكن أما ننتظر إنه مثلا والله في مجال ال خلنا نقول الرياضيات، عشان أرحب بالأستاذ علي حنتول أستاذ الرياضيات من مدرسة اللي جنبه، في الرياضيات أحيانا ممكن تعمل لهم دورة تدريبية، جايهم واحد ما أدري من فين، أحيانا يتفاجئوا إنه يقول لهم أنا والله ما أنا عارف إني أدربكم على الاستراتيجيات والطرائق الجديدة، هو نفسه اللي جاي يدربهم معه. طيب يا أخي أنت غذي من نفس الموجودين، خليهم يتدربوا، خليهم في الجهة الصيفية يا أخي، خليه يطلع برا، سافر برا، تعلم دورات، ياخذ دورات في 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 مجال عمله على الاستراتيجيات الجديده، لان المناهج تغيرت. فتجيب واحد يعني هو ممكن ما عايش هذه التغيرات وتجيبه علشان يعلم او يدرب اخرين لهذه المتغيرات الجديده او هذه الاستراتيجيات، هو نفسه احيانا يعني اسمع من بعض المعلمين يقول المدرب احيانا يجي يقول انا والله يا جماعه ما انا عارف، يعني ممكن انتم افضل مني. طيب ليش؟ إذن هذه إشكالية كبيرة بأنه أنا حاجيب من يقوم بالتدريب يعني لهذا الاتجاهات أو التدريب على هذه الاستراتيجيات. أنا أعتذر منكم في عدم عرض كاملة لأنه الوقت يعني، وما نبغى نأخذ وقت على الزملاء الآخرين، فشكرا لكم ولحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا نشكر سعادة الدكتور أحمد محمد حنتول على هذه الورقة التي قدمها في هذا اليوم، ولن نترك فرصة للمداخلات. ما الذي بداخلات؟ تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نرحب بسعادة الدكتور أحمد حنتول عميد عمادة خدمة المجتمع في جامعة جازان، ونشكرها على ورقة العمل المتميزة، متميزة في عنوانها ومتميزة في محتواها. ونتأمل من الزملاء في اللجنة العلمية للملتقى أو الاهتمام بتوصيات هذه الدراسة، حقيقة قيمة. وأؤكد يعني على الطرح الذي ورد فيها أن المعلم بحاجة إلى دعم وبحاجة إلى تضافر مختلف جوانب العملية التعليمية، وفيها مقولة كذا تقال دائما في التعليم، كل شيء مرتبط بكل شيء. ففعلا يعني هذه جوانب مهمة. وأود أن أسأل الدكتور، الحقيقة الورقة فيها تفتح أبواب وشجون كثيرة، لكن عندي سؤال محدد في جانب التحصيل. كما ذكر الآن مقولات يعني كثيرة تثار حول التعليم وحول المعلم وحول العملية التعليمية وحول أساليب العملية التعليمية. سابقا كان طالب الصفوف الأولية، طالب الابتدائي، يتمرن كثيرا، وكلنا مرينا بهذه العملية. الآن أصبح قليل، أو البعض يقول لك لا تكلف الطالب بأي جهد، والناس تقول أيضا أو تلمس أنه فعلا زي ما تفضل الدكتور، أصبح العالم كله مهووس بتطبيقات الهواتف وإلى آخره، فتأخذ وقت كثير يضيع من وقت الاستفادة الحقيقية. فأصبح الطالب قليل التمرن والتمرس على المهارات الأساسية، القراءة والكتابة والحساب. هذا الصباح شاهدنا طلاب أكيد مميزين كتبوا وهم في الصف الأول، أو طالبات أتوقع أنهم تمرنوا أكثر من غيرهم أو أن عندهم موهبة، لكن مسألة المراس والخوف على الطالب لا يبذل جهد كبير فيه. رأيكم في هذه النقطة يا دكتور؟ وأكرر الشكر للدكتور وللزملاء. مداخلة؟ تفضل. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله. بداية أنا يعني سمح لزميلي الأخ اللي تحدث قبلي أنا أرد عليه، التمرين والاجتهاد هذا شيء يخص المعلم في فصله، يعني يكون يدرس الطلاب في الفصل أنا وأنت والثاني الثالث، المفترض أنه ما يعني جهده كله أن الطالب يكتب. بالنسبة لنا نحن
معلم الصف الأساسية الأولية، يعني كل شغله كتابة وقراءة، قراءة وكتابة، لابد أن يتمرن الطالب يكتر، جيب دفاتر أبو 40 على السبورة يكتب الطالب لوحة، يكتب بأي وسيلة. هذا المسألة لا أظنها معقدة، حتى وإن كان كتاب الطالب النشاط فيه أو الفراغات اللي فيه مثلا قليلة. أنا أولا أشكر مدير المدرسة مثلا وكثير من المدراء وفروا الدفاتر هذه التي نطلبها. أنا أتكلم عن نفسي، دفتر يا أخي اترك الطالب يكتب، إذا كان في الحرف يكتب الحرف عدة مرات حتى يتقنه. معلش يا أخي الكريم، أنا وأنت كنا طلابا في هذه المراحل. معلش اسمح لي أخلي، نحن أنا وأنتم العميد أو مدير التعليم أو المحافظ أو الضابط اللي كان موجود أو الأستاذ ياسر أو العطيف، كلنا مررنا بهذه الفترة أولى وثاني وثالث. وفقنا ربي حية لمعلمين أفاضل، والمعلمين اليوم موجودين أفاضل، والتعبان تعبان، سواء كان معلم أو مهندس أو ضابط أو طبيب، ما لنا شغل فيهم. نتكلم على الأصل أن الإنسان الأصل فيه السلامة أو أنه ناجح. عندما يعني كنت أفكر في الكلام، لكن عندما تكلم زميلي غيرت الموجة على أننا نحن المعلمين، معلم الصف الأولية يجب أن يكون التطبيق عندنا والتمرين أكثر من أي شيء. هذا الذي أتمناه. يعني بالنسبة لكلمة الدكتور، يعني شعرت أنها بعيدة عننا نحن معلمي أول ابتدائي ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي. حقيقة لا يوجد بيننا فاشل، وأشكره على هذه الكلمة، أضرب لك تحية. المعلمين الأصل فيهم السلامة، وأكرر الثناء عليك أن فعلا المعلم مش فاشل. قد توجد ظروف معينة تقهر المعلم، هنا يجب عليه أن يقهر الظروف. شكرا، لا يستسلم لها. شكرا لكم. شكرا جزيلا، صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل إلى القسم النسائي لنأخذ الأسئلة، ثم تكون الإجابة في نهاية هذه الورقة. الجانب النسائي، هل هناك مداخلة من الجانب النسائي؟ اللي حين الترتيب يتفضل الدكتور بالإجابة على السؤالين الماضيين. بسم الله. الشكر للدكتور عبد الرحمن الصائغ، وهو يعني الرجل الأكاديمي المعروف، والتقينا كثيرا يعني في ورش عمل ولقاءات واجتماعات، فشكرا له. يعني وهو لديه الاهتمامات الكثيرة حقيقة يعني بهذه الجوانب، وحقيقة سؤاله أو مداخلته أشكر عليها كثيرا، ولكن فعلا كان هذا السؤال أول سؤال أنا يعني أو ذكرني بأول سؤال طرحته على المعلمين لما جو في ورشة العمل أو في الإجازة الصيفية اللي قلت كانوا عليها، علشان يتعلموا أو يأخذوا دورة في التدريس الإبداعي. أول سؤال طرحناه ومشابه فعلا دكتور عبد الرحمن، إنه الآن كل شيء إبداعي إبداعي، ودرس بطريقة إبداعية واستراتيجيات إبداعية، يعني هل يقودنا هذا على أن تعليمنا السابق فاشل؟ كان هذا السؤال عليهم. يعني ما هو يعني يقال عنه اليوم، هل معنى أنه تعليمنا السابق فاشل؟ فكانت الإجابة هو ليس فاشل، تعليمنا السابق ليس فاشل، وكان فيه إبداع، ولكن قد لا يكون معروف مصطلح الإبداع. يعني كان إبداع بشكل كبير جدا، ولو لم يكن هناك إبداع كما تفضل الزميل لما رأينا فلان وفلان 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 وفلان. إذن كان هناك إبداع وكان هناك ابتكار، لكن جاء وقت هذا الوقت بتغير القراءة مرة أخرى للقدرات العقلية التي أو المراحل العمرية التي مر فيها الفرد. قال لك لا، أنا أرى أنه يعني اللي كنا ننظر له على أنه في عمر 5 سنوات هذه المعارف هي التي يستوعبها، لا ما هو صحيح. الآن غير، 3 سنوات حيستوعب نفس المعارف أو الغير، تغيرت المناهج، ولذلك أصبح هناك لدينا طرائق واستراتيجيات جديدة من أجل أن تكون متوائمة مع هذه المدخلات، مع قدراته العقلية، مع المرحلة العمرية، حتى نستطيع أن نخرج بطالب آخر
غير الطالب أو غير المعلم أو غير يعني المتخرج في الوقت السابق. الوقت السابق كان يتقن القراءة والكتابة بشكل كبير، الآن التركيز ليس على هذا الإتقان بقدر ما هو إتقان على تنمية مهارات حياتية، تنمية مهارات تقنية إلى غير ذلك من الأمور المختلفة. هل هناك مشاركة من الجانب النسائي؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة في هذا الصباح لجميع الزملاء والزميلات في القاعتين، تهنئة لمكتب العارضة مقدما على نجاح هذا الملتقى الرائع. دكتور أحمد، ذكرت في البداية يعني صفة إيجابية للمعلم، جزاك الله خير أن بدأت ورقة العمل بمدحك للمعلم وأنه إيجابي المعلم السعودي بالتحديد، ومداخلتي فقط أنه معظم الرسائل التي يعمل عليها طلبة الطلبة المتقدمين للحصول على نيل درجة الماجستير والدكتوراه، ولعل الجميع يوافقني، هي عبارة عن مشاكل موجودة في التعليم في جميع المراحل، إن لم يكن 3/4 الرسائل هذه مستهدفة طبعا للمشاكل الموجودة في التعليم وطريقة حلولها. طبعا نحن نجد أن المعلمين الذين يرجعون سواء رجال أو نساء يرجعون لهذه الرسائل ودراستها ومعالجة الحلول الموجودة فيها، يحصل عندهم درجة كبيرة من تطوير التعليم، من تطوير العملية التعليمية داخل الصف أو كما يحتاجه المعلم، يعني هو المعلم دائما يبحث عن الرسائل التي تخصه في مجاله. حبذا دكتور أحمد، بما أنك دكتور، أن تعلق على هذه النقطة بشكل أوسع. شكرا. قبل البدء معليش يا دكتور، نرجو الالتزام بالوقت، هذه الجلسة أخذت من أكثر من وقتها. شكرا لكم. أولا يعني أرحب بالدكتور أحمد ظافر، عطيف معنا طبعا، هذا الترحيب له غرض يعني عشان نجيب على السؤال التالي. في احدى الملتقيات التقينا في مع الدكتور العسيري، ايضا كان في صبية، وكان فيه وكيل الوزارة ناسي اسمه يعني، على العموم هو كان عميد كلية التربية، وذا كان ليش ركزت على كلية التربية يعني، فكان تكلم على انه كلية التربية ما استفدنا من دراساتها ورسائلها شيء. قلت له معليش، ما هو أنتم ما استفدتم لأنكم ما طلبتوها. رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات السعودية بشكل عام، دراسات الماجستير في جامعة جيزان وبعض الزملاء الموجودين علي طوهري بندر كريري من الطلاب اللي عملوا رسائل أيضا في مثل هذه الجوانب، سواء في الجوانب الإرشادية أو جوانب رفع التحصيل، سواء في قسم رسائل قسم علم النفس أو رسائل قسم التربية والآن المناهج، كل هذه موجودة، لكن الفجوة الموجودة ما بين الجامعة والتعليم ودارة التعليم ما زالت موجودة. لم يطلبوا هذه الدراسات ليطلعوا على نتائجها. أنا أتوقع لو أنهم يطلعوا على نتائجها لتحسن، كما قالت الزميلة الفاضلة، لتحسنت العديد من الأمور سواء على مستوى المعلم أو الطالب أو غيره. أتمنى دكتور أحمد أن تتبنوا مثل هذا الموضوع دار التعليم، على أنه فعلا يكون هناك يعني اطلاع على هذه الدراسات، وإحنا نرحب الأجسام مليانة سواء علم النفس التربية المناهج كلها مليانة بدراسات ورسائل قيمة. باسمكم جميعا نشكر سعادة الدكتور أحمد محمد حنتول على هذه الورقة التي قدمها معنا في هذا اليوم.